مبادرة تربوية تحت عنوان رحلة استراتيجيات التعلم النشط، هذا اللي تنظمه الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة. تود سويت باش تكون حاضرة معنا رئيسة الجمعية ياسمين استقلي في ضيف الحصاد. ضيف الحصاد. ضيف الحصاد. أهلا وسهلا ياسمين على موجات دريم فام. مساء النور ليك وكل المستمعين. مرحبا بك. دونك اليوم ياسمين انت رئيسة الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة. نحكيو انه الجمعية ذي هي متوجة بالمرتبة الاولى في قلادة الامير محمد بن فهد العالمية، واللي تنظم مبادرة تربوية تحت عنوان رحلة استراتيجيات التعلم النشط. وحنا حكينا شوية في الاوف، قلت لي روا عنا مبادرة اخرى او نشاط اخر، خلينا نحكيو عليهم زوز أنشطة هذوما. نبدأ بالمبادرة هذه. المبادرة هي رحلة استراتيجيات التعلم النشط. كما نعرفوا استراتيجيات التعلم النشط هي من استراتيجيات الحديثة، التربية الحديثة، اللي تساهم في تعزيز دور المتعلم في العملية التربوية. وأهم حاجة فيها أنها تنطلق من حيث مهارات التلميذ، من حيث قدرته، يعني مش من حيث البرنامج اللي هو مطلوب عليه. احنا علاش خممنا فيها؟ احنا بما انه تكنولوجيا تربية حديثة، يعني اصلا احنا الدورات الاخيرة ديما عنا في التكنولوجيا تاخذ حيز كبير من دوراتنا. واللي لاحظناه احنا الحقيقة دوراتنا اغلبها موجهة لمواضيع بيداغوجية معينة، لكن لاحظنا انه اخيرا مثلا الفترة الأخيرة لأغلب التظاهرات اللي قاعدة تصير سواء من جمعية أو خارجها، أغلب شيء التكنولوجيا بدي يغيب شوية الجانب البيداغوجي. هكا علاش حبينا نعمل فرع يكون كمعناتها كإشعار للجميع أنه لازم ديما تطبق البيداغوجيا وديما تطبق الطرق الحديثة قبل ما تلوج على التكنولوجيا. هكا علاش فكرنا في المبادرة هذه اللي هي عبارة على ورشات كلهم مجانية، أما كلهم متواصلين وكلهم يعني يصبوا في نفس الوادي اللي هو وادي استراتيجية تعلم النشاط. مجموعة ورشات متكاملة، كل ورشة تدوم ساعة ونص. عندنا نص ساعة يعرف فيها المدرب وخبير من خبراء وأنه في تونس أما في الوطن العربي، يعرض استراتيجية. هالاستراتيجية بعد ما يفسرها بالضبط كيفاش نجم نطبقها في القصة، يعطي أمثلة كيفاش تطبق مع أقسام التحضيري، كيفاش مع أقسام الابتدائي، كيفاش مع الإعداد، كيفاش مع الثانوي. يعطي الطرق والأساليب سواء تكنولوجية وأن يدوية. يعني المهم الباز أنها تكون النظري والجانب البيداغوجي. من بعد شو نولمولها بالضبط الاستراتيجية، فتري المشاركين نعطيهم في ديهم أسبوع أنهم يطبقوا هذه الاستراتيجية في أقسامهم، ويبعثوا لنا صور توثق وفيديوهات أنهم طبقوا هالاستراتيجية. وإحنا كتحفيز منا أفضل مشاركين معنا طبقوا ياخذوا شهادة نجاح أنه طبق بنجاح هذه الاستراتيجية. دونك المبادرة هذه هي موجهة للمربين والمعلمين. أي المربين والمعلمين، كل فاعلين التربويين، حتى اللي قريب في مدارس خاصة أو يحب يتعلم أو خريجي المعهد، كلهم ينجموا يحضروا فيها. واضح. دونك اللي تهم هي تهم الأطفال في التعليم الابتدائي، هكا حسب ما فهمت. أي هي المستهدف الغير مباشر هو التلميذ. يعني هالاستراتيجيات هذه في الأخر باش تطبق مع كلام ده. نذكر بعض الاستراتيجيات اللي خدمناها، مثلا السقراطية. الاستراتيجية السقراطية الحوار، كيفاش وراتهم الدكتورة لور هذه من لبنان، وراتهم كيفاش في يعملوا حلقة مستديرة، يخرجوا شوية من جو القصة مثلا العادية، يعملوا حلقة مستديرة ويكون فما كرسي ساخن في الوسط، وكيفاش الكلام ده يخرجوا يتواصلوا ويسألوا لبعضهم ويجاوبوا، كيفاش يتقسموا. رينا تطبيق في اللغة العربية، رينا معلمين عملوا في اللغة العربية، رينا معلمين عملوا في اللغة الإنجليزية. قديش عجبني الحوار أنهم الصغار يحكيوا باللغة الإنجليزية من الابتدائي. رينا كيف اللغة الفرنسية، وهذه حاجة مهمة ياسر. مثلا عن نفسي أنا قبل كنت نقرأ ما كناش نفهمش كوميونيكاسيون في الليسي، فتخرجنا نعرف ونكتب بالباهي وما نعرفوش ننطق اللغات بالطريقة السليمة.
هذه بالعكس فما برشا استراتيجيات تخلي التلميذ ينمي مواهبه، وهو اساس العمليه التربويه باش يكون. دونك شفنا احنا البرنامج عديد الاستراتيجيات اللي باش تتبعوهم بالنسبه للمدربين. اليوم نحكيو على توظيف التكنولوجيا في التعليم، اليوم مهم خاصه 2024 التكنولوجيا مكتسحه جميع المجالات. اليوم نلاحظوا اللي في المجال التربوي مازلنا بعاد شويه كمام، دونك نتصور انه الورشات هذه باش يكون عندها دور فعال باش نوظفوا هالتكنولوجيا هذه في التعليم. كان تزيد تعطينا أكثر فكرة ياسمين. أي هما كل استراتيجية عندها كيفاش تطبق وعندها المواقع نتاعها وعندها التقنيات مع الرقمية اللي تنجم باش توظفها. إضافة لذلك احنا ديما نعملوا دورات ميدانية في كيفية توظيف التكنولوجيا. مثلا احنا ديما عندنا مبادرات متواصلة إلى على المدى الطويل، وعندنا مبادرات قصيرة كما نقولوا استراتيجيات هذه متواصلة لمدة شهر. معنا مبادرة من السنة الفاتة من فيفري 2023 ومن زالت متواصلة لغاية أنه نوصل لكل الولايات التونسية حتى أن تقريبا وصلنا 12 ولاية. المبادرة هذه فيها توظيف الذكاء الاصطناعي في التدريس والواقع المعزز والتعليم التفاعلي، لأنه اللي توا ياسر مكتسح الذكاء الاصطناعي، ما نحاولوش نخلطوا ونفهموا ونطبقوا فيه في أقسامنا شنو نلقاو نخلط بعاد ياسر على تلامذتنا. واضح ياسمين، يعطيك الصحة. من الاستراتيجيات اللي لفتوا انتباهي الحقيقة في البرنامج استراتيجية القبعات الست، الخارطة ولا الخرائط الذهنية، الكرسي الساخن، الحقيقة عندي شوية فكرة هك عليهم. ونتمنى وكونوا كيلكو سواء المعلمين المربين والأساتذة يستعملوا هالطرق هذه، خلينا نخرجوا من روتين يعني دراسي اللي يعيشوا الطفل والطرق التقليدية، نصور فرصة كبيرة. خلينا نعرف أكثر تفاصيل على الدورة هذه أو المبادرة هذه، وين باش تكون، ليامات متاحة، وكيفاش طريقة المشاركة. بالنسبة هي انطلقت منذ 10 أيام تقريبا، المبادرة هذه مازالت متواصلة لغاية 5 مارس، يعني نجموا يلتحقوا. وحتى اللي فاتتكم الاستراتيجيات باش يلقاو الشرح نتاعها منشور على اليوتيوب. والتسجيلات احنا حرصنا انها ما تكونش طويلة الحصة، يعني تقريبا ملي يتفرج حتى على نصف الحصة هو باش يفهم، مش لازم يكملها ساعة ونص خاطر الفايدة في الساعة الأولى، لأن نص الساعة الثانية كلها أسئلة وإجابة على الاستفسارات. يعني نجم يتبعهم التسجيلات هذوما موجودين على قناة اليوتيوب الجمعية التونسية للتكنولوجيا التربية الحديثة. يلتحق بنا الجمعية هذه، عنا 3 ورشات، يلتحق بنا يلقى الروابط نتاعنا، يلقاهم على صفحة الجمعية على الفيسبوك، يدخل يلقى كيف على الواتساب، يلقى قناة خاصة بالمبادرة فيها كل التفاصيل. نجم يلتحق بنا، كل ورشة عندها شهادات حضور مجانية، وبخلاف ذلك عندنا أو اسمه تتويجات وتكريمات لأكثر مدربين يعني يطبقوا هذه الاستراتيجيات باش نشجعوهم أنه مش فقط يحضر، أنه يحضر ويستفيد ويفيدك الصغيرات في الأقسام. يعطيك الصحة. دونك اللي يحب يلتحق بالورشات هذه وبالمبادرة هذه نجم يدخل على موقع اليوتيوب متاعكم، هو متاع الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة، نصور حاطين دي ليان غادي، ينجم يدخل ويحضر لبقية الورشات ويشارك زيد على شلي ويجرب معناتها في تجربته الخاصة، يعني كلك سواء في القسم متاعه ولا في علاقته بتلامذة متاعه بالدراسة. سينو ياسمين حكيت لي على مبادرة أخرى تهم شهر رمضان، توما كجمعية اليوم لانسيتوه. أي هي مبادرة رمضان بنص البلاد العربية، احنا عنا عليها منها 3 نسخ. هي هذه اللي بفضلها توجنا كأفضل جمعية في الوطن العربي بالمبادرة هذه. احنا كل سنة نحاول نغير الموضوع. يعني هو التام الطاغي هو رمضان، لكن السجي اللي في وسطه يتغير. كما نقول العام الأول اقتصرنا فقط على العادات التقاليد في رمضان. النسخة الأولى اللي هي مع الكورونا وكانت مسابقة واحدة يعني صغير يعمل روبورتاج يوثق فيه نهار من رمضان. النسخة الثانية دخلنا العمل التطوعي وقفة رمضان، يعني الصغير يا إما يبادر هو يعمل مبادرة وحده أو ينخرط في مبادرات للتضامن وللتعاون.
وكانت بخلاف المسابقة هذه كان تاع الروبورتاج، يعني وصلنا في الروبورتاج يصور نهار من نهاره ويزيد يوثق عمل تطوعي يخدمه في نفس الروبورتاج. حطينا زادة البرمجة، يعني برمج لعبة على العادات وتقاليد والتضامن ويعمل مسرحية. النسخة الثالثة زدنا طورنا أكثر، دخلنا التراث، التراث الوطني. التراث الوطني يعني التلميذ مطالب في الروبورتاج اللي باش يقدمه يعرفنا بتراث مدينته، يتنقل للمعالم التاريخية ويصور الموجود في المدينة متاعه، وبيان يبرمج لعبة بالسكراتش على التراث. أو ثم مسابقة صنعة بلادي المجدية اللي هي فيها ثلاثة مسابقات، أو يعمل النسيج، نسيج بلادي بالجوجاف أو بال أو يرسم صورة لبلادي أو الفخار. وعندنا كيف التظاهرات، إحنا غيرنا في الموضوع، حطينا الاستدامة والحفاظ على البيئة. نفس الشيء مع تعلم الروبورتاج اللي باش يكون بتاع كيفاش عديت نهار من رمضان وكيفاش حافظت على البيئة. عطينا يا انخرط في مبادرة، يا انت ورينا كيفاش تحافظ على البيئة بكل معناتها بكل ما يدينها، محافظة على الماء، الطاقة، اللي تحب انت راسك. لا، وبالنسبة للمسابقة صنعة بلادي المجدية خليناها لكن بإعادة التدوير، ما عادش باش تاخذ أي بلار تاخذ الموجود المواد المستعملة وباش ينتج بهم وسائل حسب المسابقات. يعني عندنا زوج مسابقات، كل مسابقة عندها موادها وعندها موضوعها قريب نهبطوها، كيف مزالة البرمجة ومزالة التظاهرات وكيف. وعندنا زاد الومضة التحسيسية، يعني مجموعة تلامذة يعملوا ومضة ما تفوتش دقيقة ونص تحسيسية حول الموضوع هذا. دونك المسابقات هذه مفتوحة لجميع الصغيرات اللي يحبوا يشاركوا ينجموا يحضروا معناها الخدمة متاعهم ويبعثوها للجمعية. أي نجموا من التواجد يحضروا في الأفكار، هي تحت إشراف وزارة التربية، يعني احنا نعطيهم مراسلتنا لوزارة التربية، ومشكورة وزارة التربية تبنيتها، وكل سنة وزارة التربية تحرص أنها توصل لكل المدارس اللي قاعدة توصل النسخة السابقة لكل المدارس. وزاد في الحفلة نعمل حفلة كبيرة، نعمل حفلة تتويج معناتها على نطاق وطني، وزارة التربية تتكفل بالتنقل نتاعهم للحفلة، مرة عملناها في المهدية، مرة في المستير، وآخر مرة عملناها في حمامات، معناتها وزارة التربية هي تكفلت بتنقلهم وإحنا تكفلنا بالحفل. وتعدت في أجواء رائعة، وإن شاء الله حتى النسخة الرابعة كيف تعدى في أجواء رائعة. يعطيكم الصحة، أنا باش نشكركم على الموضوع اللي اخترتوه الحقيقة، الاستدامة والحفاظ على البيئة موضوع مهم برشا سيرتو بالنسبة للصغيرات، هذا بالنسبة لمبادرة رمضان بنكهة بلدي العربي بالنسبة في نسخته الرابعة. هكا ولا ياسمين؟ أي ولا يعطيك ألف صحة ياسمين وعلى الساهرين الكل على الجمعية. خليني نخلي لك كلمة الختام. نحب نشكر كل مع زملائي في الجمعية التونسية تكنولوجيا تربة حديثة، أنهم بفضلهم المبادرات الجمعية متواصلة، بفضلهم أنه مازلنا ما كملناش مبادرة وانطلقنا في مبادرة أخرى، عمل تطوعي كبير يقوموا فيها فيهم ألف صحة الكل. نحب نشكركم على الاستضافة، ونحب نقول للمعلمين يسمعوا فينا وزملاء أنه يجب أن تلتحقوا بنا في هذه المبادرة أو في مبادرة رمضان كيف للأولياء اللي يسمعوا. حتى أنت مش لازم معناتها عن طريق المدرسة، وحدك نجم تشارك معنا في المبادرة هذه، ورينا برشا صغار أولياء هم الأشرف عليهم مش المدرسة. مهم برشا. يعطيك ألف صحة مدام ياسمين الصقلي، رئيسة الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة، كنت حاضرة معنا في ضيف الحصاد. ضيف الحصاد، ضيف الحصاد، متواصلين معاكم في الحصاد، نخليكم مع الموسيقى.